تشترك معانا في التنظيم، احنا ما عندناش تنظيم، بس على الاقل في درس علم ممكن تحضره وتستفيد به. يلا يا اخوة نبدأ درس اليوم. زي ما قلنا في الجلسات السابقة، استاذنا سيد قطب تناول النظريات الاجتماعية حول ولا قوة إلا بالله. عايز تنزل؟ موتني الأول. استهدي بالله، بلاش شغل العيال يا فضل. وهو مش شغل عيالي إنك تنزل وتروح المظاهرة وإنت عارف إنهم مش هيرحموا حد النهاردة؟ إيه؟ عايز تموت نفسك؟ مش كفاية ولادي؟ اللي واحد فيهم محبوس والتاني هربان؟ أعمل إيه بس يا ربي؟ حسنك يا فاطمة. يعني يا ستي مين قالك إني نازل رايح مظاهرة؟ أنا نازل رايح أصلي الجمعة، هتمنعيني من صلاة الجمعة؟ لا، أنا سمعتك امبارح وأنت بتتوشوش مع فريد صاحبك وبتتفقوا إنكوا تطلعوا على اسكندرية وتصلوا في جامع القائد إبراهيم وبعد كده تمشوا في المظاهرة اللي طالعة من هناك. يتوشوش يا حماتي؟ ما أنت سمعت المكالمة كلها أهو. أنا ما أقصدش يعني، أنا قصدي لطف الجو وحاجات كده. لا يا أخويا اسكت أحسن. بقول لك يا بابا، ما بلاش فريد اسكندرية دي، صلي هنا وأكيد في رشيد مظاهرات هتطلع. اطلع معاهم على الأقل تبقى قريب مننا. لا، ما هو مفيش مظاهرات خارجة من رشيد النهاردة. مش دي بركة المشايخ بتوعك اللي حرموا مشاركة الناس وفهموهم ان دي فتنة وخروج على الحاكم؟ طب يا اخي ازعلوا على زمايلكم اللي اتحبسوا في امن الدولة وفيهم اللي اتقتل زي سيد بلال وعاصم زميل محمود. لا اله الا الله، انا مال انا بالكلام دوت بتقوله لي ليه؟ وبعدين انا اصلا الاخوة مقاطعيني بقالهم فترة. خلاص تعال معايا اسكندرية. لا مش جاي، انا اصلي سايب العيال لوحديهم مع هدى في البيت. اخص عليك، الله يكسفك. ايه انت مش مكفيك اللي حصل لولادك؟ عايز تضحي بنفسك وتاخد جوز بنتك كمان؟ جرالك ايه يا عبد الناصر؟ بقولك ايه، انا طول عمري مستحملاك، لكن الحبس والاعتقالات حاجة وانك تودي نفسك للموت برجليك حاجة تانية. يا ست لا موت ولا حاجة، ده كلام بيخوفوا به الناس. واحنا هنعمل ايه يعني؟ هنعبر عن رأينا وخلاص؟ هنصرخ بعلو صوتنا بدل ما احنا سايبينهم يعذبونا ويموتوا فينا وساكتين؟ نزولي النهاردة أنا واللي ظلم زي في البلد دي هو اللي هيرجع عيالك يا فاطمة. أنجز حر ما وعد. كنت ألف خيرك يا دكتور. أيوة ياما، إزيك ياما؟ وحشتيني. أخباركوا إيه؟ طمنيني. ألو ألو، هتصل تاني معلش. اتصل اتصل. الله، ده مفيش شبكة خالص، بس هو فيه إيه؟ مش عارف، يمكن الشبكة راحت مع إنها قوية جدا هنا. لا حول الله يا رب، ده إيه الحظ ده بس يا ربي؟ اصبر اصبر شوية، زمانها رجع. زمان أمي هتتجنن دكتور. يا ريتني ما اتصلت، يا ريتني ما اتصلت. يا أخي احمد الله إنك طمنتها عليك، تلاقيها كانت فاكراك موت. انت ما تعرفش امي، زمانها دلوقتي قاعده تضرب اخماس في اسداس، دي ست عيانه مش حمل اي خضه. طيب هنتصل بيهم ان شاء الله بعد صلاه الجمعه. يقولوا علينا ايه؟ عمالين نزغرط والبلد ولعه؟
سيبيها يا اختي سيبيها، ما هو فرح بنت اختها يمكن. افضحينا كمان، مش مكفيه سمعه ابونا واخواتنا، بتزودها الست هانم. عايزاهم يقولوا علينا ايه يا حبيبتي؟ واخدين فلوس من بره قد كده زي ما بيقولوا في التلفزيون، وعندنا اجندات خارجيه؟ اجندات ايه يا موكوسه؟ ما تسيبوا البنت تزغرت وتفرح، ده انتوا من باب اولى انتوا اللي تفرحوا باخوكم اللي الحمد لله طلع عايش. محمود طلع عايش، ده لولاش زوري واجعني كنت انا اللي زغرت. يا ما كان نفسي اطمن ابوكو، لكن اعمل له ايه بقى؟ اقفل الموبايل بتاعه بالعنيه طبعا عشان يستريح مني ومن الوش والزن بتاعي وهو شغال بقى هاتي هتاف لما يقول يا بس. بقول لك ايه يا ابله، انت واضح انك عايزه تضايقي نفسك وخلاص. هو انت كنت شفت ابويا وهو قافل موبايله؟ على فكره الموبايلات والنت في مصر كلها النهارده شكلها عطلانه. انا بنفسي مكلمه شافعي الصبح وقايل ان العيال قاعدين ومتضايقين وبياكلوا في نفسهم علشان الدي اس ال قاطع. الايه يا اختي؟ يعني النت يا خالتي. يعني النت يا خالتي. ده يا اختي الامله دي كلها وده ركبته امتى كفر للشر؟ من امتى يا اختي ابوك بيصرف؟ بس يا بنت خراسي سيبيها، دي حبيبه قلبي، دي بقت كتة قلبي من جوه، وقلبي اتفتح لها من ساعة ما صحيت من النوم وفتحت عينيا لقيتها هي اللي قاعدة جنبي وشايلاني، اسم الله عليها زي القمر. زغرتي يا بنت، زغرتي ولا يهمك، بس بصوت واطي عشان الجيران أوطى. بس استنى أنا اللي هرد. تعالي يا حبيبتي. ألو. ايوه يا سي حسين. ايه ايه هي ازاي عايزه ايه؟ مش فاهمه انا يعني، ما اعرفش اقعد شويه مع امي. عايزه اطمن على الوليه عيب كده. خلاص جاي اهو. لا في ايه؟ مش فاتحين التلفزيون. ايه؟ لا يا اخويا الجزيره قطع عندنا زي الموبايل والنت. ايه؟ وفي ناس كتير اتقتلت؟ الحقيقه يا امي بيقولوا لك محافظه اسكندريه اتحرقت والحزب الوطني اللي في مصر وناس كتير قوي اتقتلت. يا رب يا رب. قومي يا تحيه افتحي التلفزيون بسرعه تشوفي ايه. طيب يا حسين انا جايه اهو. استنيك وعلى اخبارك. اقفل الله يقطعك. يا خوفي الا اليوم اللي الاقي فيه محمود يضيع مني ابوه واخوه. استرها يا رب. السياسيه وراء هذه التظاهرات غير مع الأكاديمية.